سيكون هناك الكثير من الأشياء الجيدة على بارارا اليوم. بالطبع بعد كل شيء على شاشتكم تحدي 100 طبقة من الطعام، سيكون مضحكا ومثيرا وشهيا للغاية. ابقوا معنا حتى لا تفوتوا أي شيء. لنبدأ. أوه، الكثير من عيون مربى البرتقال. لديك الكثير منهم وأنا حصلت على عين واحدة. هذا ليس مضحكا على الإطلاق، ربما العين الواحدة لا تزال لذيذة للغاية. يبدو أن ميلا منزعجة، أعتقد أن مزحتي سوف تسليها. آمل ألا تبدو قاسية جدا عليها، لكن يبدو لي أن هذا مضحك بشكل لا يصدق. ميلا انظري إلى ماذا فعلت. أوه كم هذا مؤلم. ماذا؟ عيني سقطت. رهيب، خذوها بعيدا عني. ماذا فعلت؟ أنا أختنق. ميلا بسببك عانى جولي ولا تستطيع التنفس. بسبب مسحتك الغبية. يا لها من لذاذة. من أين أتت هذه العين مقرف؟ وبعد هذه المسحة المجنونة أكل العين اللذيذة هي بالضبط ما أحتاج. أوافقك فعلا. أريد أيضا أكل اللذاذة في أقرب وقت ممكن. انظروا، يا لها من عيون ضخمة لدي. أليكس إلى ماذا تنظر؟ أنا سوف أكل عيونك. لا، أنا شخصيا أستطيع التعامل مع حفنة من الأشياء الجيدة. ربما ستشارك معي. ومعي أيضا، نحن أصدقاء. أليكس تذكر، لقد أعطيتك قطعة من التويكس. يا فتيات لا تحاولوا حتى. على أي حال لن أعطي أي شيء لأي منكم. ماذا يحدث؟ أنا أرى بشكل واضح. أليكس ذو العيون. لماذا جميع لديهم الكثير من التويكس وأنا لدي قطعة واحدة؟ آمل أن تكون لذيذة على الأقل. أنا لست سلة قمامة لك. هل انزعجت فعلا؟ أنت تتصرف مثل فتاة صغيرة. أعرف الآن كيف سأقسم الشوكولاتة. المنشار بالتأكيد سيفيدني. آمل ألا تنزعج يا أليكس. أيها التويكس، خذ هذا. لكن لا تؤذينا. أنا لست بحاجة إليكم، هذا المنشار مخصص للشوكولاتة. يا لها من لذاذة. ألذ تويكس في حياتي. الآن جاء دوري لأكل الشوكولاتة. أعرف كيف أتخلص من أغلفة الحلوى. طريقة سحرية واحدة ستفعل كل شيء. الآن يمكنني البدء في الطعام. شهي، لكن من الواضح أن هناك شيء ما مفقود. هل تعرف ما هو الشيء المثالي مع الشوكولاتة؟ الحليب. هاي، لماذا كل شيء يطير في وجهي؟ لا أستطيع أن أتخيل مدى لذاذة هذا المزيج. حليب مع الشوكولاتة. تويكس، جنة الشوكولاتة الحقيقية. لا أريد أن تنتهي الشوكولاتة. شهي ولذيذ. إلى ماذا تنظر؟ أليكس يمكنك البدء في الأكل. أوكي. حسناً، سأزيل الأغلفة أولاً. لقد توصلت للتو إلى فكرة ممتازة. الشوكولاتة هي بطبيعة الحال لذيذة ولكن مملة. الآن وع بناء برج ضخم منها والنوتيلا مثالية. لنبدأ. واو أليكس، لم نكن نعلم أنه يمكنك بناء الأبراج. بالتأكيد أنا قادر على ذلك. آمل أن يحطم برجي بعض الأرقام القياسية. هذا لذيذ، من الأفضل أن نأكله. ماذا تفعلون؟ لماذا يهتز البرج؟ سوف تدمروه.
الشوكولاتة فقط لذيذة جداً. كل شيء على ما يرام، أنقذتني الخوذة، لكن للأسف البرج تحطم. واو، جبل كامل من الشيبس. وهم كلهم لي. نعم، لديكم الكثير من الشيبس وأنا حصلت على واحدة صغيرة. لا أستطيع حتى النظر إليها بشكل طبيعي. لا يمكن القيام بذلك إلا مع عدسة مكبرة. العينة تبدو شهية للغاية. أعتقد أنني صادفت نسخة لذيذة للغاية. أحتاج إلى التحقق من هذه التجربة. لذيذة ولكن قليلة جداً. أليكس، حان دورك. أخيراً، أنا جائع للغاية. من يغلق هذا الشيبس هكذا؟ لا أحد يستطيع فتحه. لا يمكن الاستغناء عن مساعدة إضافية. الآن هذا شيء آخر. سأعرض لكم مهاراتي وستكتشفوا كيفية تناول الشيبس. هوب، مباشرة إلى الهدف. شهي. أوبس. نعم، مباشرة إلى الهدف. أخيراً، حان دوري لأكل هذه اللذاذة. شهي فعلاً. أوتش. هذا يكفي، رأسي يؤلمني. آسفة، لكن لا يمكنني فعل أي شيء. الشيبس لذيذ جداً. الخوذة تنقذني. بالكاد أشعر بالضربات، لكنني أعرف كيف يمكننا تلقينها درساً. سوف نسقط هذه القلعة مع هذه الآلية. اللعنة، كان لذيذ لكنه قاس جداً. فقط ليس البروكولي. يا لها من بذرة غريبة حصلت عليها. سأتذوقها. طعمها فقط مقزز، لكن عرفت ماذا سأفعل بها. إذا زرعت الحبة واعتنيت بها ستتحول بالتأكيد إلى شيء لذيذ جدا. أنت تزرعي ونحن نعاني. توقفوا عن النحيب. كم يجب علي الانتظار حتى تنمو؟ ماذا تنتظر؟ لديك بالتأكيد الوقت للتعامل مع البروكولي الخاص بك. حسناً، هذا مقرف جداً وكأن قطة في فمي. كرهت الرائحة بشكل رهيب. أحتاج إلى شرب شيء ما. عرفت، أنا بحاجة إلى سقي هذه البذور. أليكس، أنت فقط في الوقت المناسب. يا شباب، شيء ما يحدث. إنه يهتز. أتمنى ألا يكون خطيراً. جولي زرعت البروكولي لها. نعم، المحصول أيضاً بروكولي، عليك أن تأكليه. ليس سار للغاية، لكن ينبغي علي التجريب. حسناً، كيف؟ هل هو لذيذ؟ لا، مقزز جداً. وتوقف عن الضحك. ميلا، حان دورك الآن. لا أريد أن أكل مجموعة كاملة من البروكولي. ربما سأعمل على التخلص منه. انظروا، هناك ميكي ماوس. أين؟ كم أنت ساذجة. الآن لدي وقت للتخلص من كل البروكولي. حسناً، عرفت ماذا تحاولي فعله. هل تعتقدي أنك ذكية؟ سألتقط كل البروكولي الخاص بك. تفضلي. لا، أعتقدت أننا أصدقاء حقا. الأصدقاء لا يخدعون بعضهم البعض. شهية ممتعة. لماذا أنا غير محظوظة بيتزا واحدة فقط؟ لأن البقية لدي. كلا كلا، لدي كل البيتزا. فقط انظروا إلى هذا البرج. لديك عمود ضخم من البيتزا ولدي واحدة فقط. ليس عادلاً. توقفي عن التذمر، من الأفضل أن تبدأ في الطعام حالاً. آمل أن تكون البيتزا لذيذة على الأقل.
بالتأكيد تبدو فاتحة للشهية أكثر من غيرها. لذيذة فقط شهية. وكم يوجد جبنة، أنا أحب الجبن. مهلا احذري. أنا لست كيس قمامة بالنسبة لك لترمي عليه. حسنا خذي هذا. لم أفعل ذلك عن قصد. أريد أن أتناول البيتزا بسرعة أيضا. منظرهم يثير اللعاب. توصلت إلى طريقة لتناول الطعام بشكل أسرع وأكثر راحة حتى لا تتسخ يدي. واو. مرة أخرى. يا إلهي، لم أكن أعتقد أن أي شخص يمكنه فعل ذلك. كيف فعلت هذا؟ البيتزا لذيذة، لذلك يمكنني فعل ذلك. أوه، ماذا حدث؟ يبدو أنك الآن بالتأكيد لن تصلي إلى البيتزا، لكننا نحن لن نرفضهم. أنا بحاجة ماسة إلى العودة إلى طبيعتي. أين البيتزا الخاصة بي؟ من سرقها؟ حقا، من يجرؤ على ذلك؟ يا لكم من لصوص، كيف لا تخجلون؟ لا نخجل على الإطلاق، لأنني أفكر فقط في كيفية أكل البيتزا الخاصة بي. حسنا، البيتزا اللذيذة لدي، حان الوقت لالتهامك. ربما لا يجب أن تأكلهم من القاعدة. ما الذي يمكن أن يحدث؟ هذا هو، لقد قلنا لك. نعم، كان هناك سقوط بيتزا حقيقي. لماذا هذا العقاب لي؟ أنا أكره الثوم. ومن يحبه حتى؟ لم يحالفكم الحظ، أنا لدي ثومة واحدة فقط. لماذا تضحكي؟ أنت أول من سيأكل. بكل سهولة، أنا لست جبانة، لذلك سأتعامل معها بسرعة. الشيء الرئيسي ألا يغمى علي. يبدو أنني بلغت في تقدير قوتي. هذه القمامة غير واقعية بكل بساطة، يكفي بالنسبة لي. ماذا؟ يجب أن تنهي كل الثوم. لدي هدية لك، عصارة الثوم. يمكننا وضع كل الثوم فيها وعصرها في فمك. لا أريد أن أمرض أو سيغمى علي. لم أكن أطلب منك، هيا افتحي فمك. هذا فقط مقرف. أشعر وكأن قطة في فمي. الآن أنتم تفهمون ماذا أعني. أوه، أنا حتى أستطيع شمه. كم هذا كريه الرائحة، مرعب. من الجيد أن لدي دائما علكة لمثل هذه المناسبات. شكرا جزيلا، لن تضطروا إلى شم شيء بعد الآن. ولن أضطر إلى المعاناة. أليكس، حان دورك لأكل الثوم. لماذا أكله؟ انظروا إلى هذه القلادة الرائعة التي يمكنني أن أصنعها منه. توقف عن العبث، عليك أكله. أوكي. حسناً، لكن أولاً أحتاج إلى التخلص من كل شيء زائد، لهذا أحتاج إلى إناء ضخم. أهزه جيداً. والآن لن يتبقى سوى الحصوص، مما يعني أنه يمكنني تناوله. واو، لم أتذوق أبداً أي شيء أكثر سوءاً في حياتي. الآن عرفت الرائحة التي كانت تنبعث من فمي؟ يمكن لمشبك الغسيل أن يساعدني. هذا لم يعد كافياً، أنا بحاجة إلى رش معطر الجو في كل مكان. يبدو أن معطر الجو لا يساعد، أنا بحاجة إلى تحييد مصدر الرائحة الكريهة. لقد نجحت، لكن لا تحاول تكرار ذلك في المنزل، لأن معطر الجو خطير جداً. لكن لا رائحة كريهة من فمي. جولي، ماذا تنتظري؟ هيا كلي الثوم. لا أستطيع تحمله منذ الصغر. إذا رأيتم وجهي يتحول إلى اللون الأخضر، ساعدوني أتوسل إليكم. ما هذا الهراء؟ لماذا أنت مستعجلة؟ لا حاجة للتسرع، لكن بهذه الطريقة سأتعامل بسرعة مع كل هذا الثوم. واو، يا لها من شجاعة، ويا لها من سرعة.
جودي أنت رائعة. انتهيت، لا مزيد من الثوم. واو، يا لها من رائحة. جولي أنا آسف، لكن علينا عزوك، وبعدها سننتهي من هذه الرائحة الكريهة. مهلا، لماذا؟ لا أستطيع التنفس، سيغمى علي. نجحنا أخيرا، لا رائحة كريهة في الغرفة. وأنا أصبحت أفضل بكثير. هاي يا رفاق، حظي سيء، لدي حبة واحدة من التيك تاك. وأنا محظوظ، لدي علبة كاملة. انظر من هو المحظوظ. نعم، كان يجب أن أحصل على مجموعة من الأشياء الجيدة يوماً ما. ميلا، لديك أقل شيء، ابدأي. أعتقد أن تناول قطعة واحدة من الحلوى لن يكون صعباً بالنسبة لي. لذيذ، لكنه صغير بشكل رهيب. أليكس، دورك الآن. أخيراً، الآن سنحصل على هذه. ماذا يحدث؟ لماذا لا تنسكب؟ أين الحلوى الخاصة بي؟ ترك أليكس بدون حلوى. اللعنة، قمت بتشتيت كل الحلوى على الطاولة. أعتقد أنه يمكنني جمعها بسرعة باستخدام قشة عادية. انتهيت. جولي، أنت الوحيدة المتبقية. ليس لدي فقط حزمة ضخمة من الحلوى، لدي مجموعة كاملة من العبوات العادية. نعم، هذا يكفي للجميع. لا، كل الحلويات لي، أنا أحبها جداً، لذلك سوف آكل العديد من العبوات والعديد من الحلويات. شهي. اللعنة، لم تشارك معنا حتى. حسناً، أنا أعرف طريقة كيف نسرق علبة واحدة. تدام، إنها حلوياتنا. حسناً، قفوا، ألا تخجلوا من السرقة؟ لا توجد أدلة، لن تثبت أي شيء. الآن سوف أعلمكم درساً. سيكون انتقام جولي رهيباً. ارفعوا يديكم، استسلموا. ما رأيكم؟ لتعرفوا كيف تسرقون اللذاذة. أوه، هذه حلويات، من الأفضل الإمساك بها. بالضبط. اللعنة، لم يتبقى لدي أي شيء، استخدمتهم بالإطلاق. لكنك شاركت مع أصدقائك. اشتركوا مع قناة بارارا واكتبوا في التعليقات أي الأطعمة أعجبتكم أكثر من غيرها. الآن وداعاً.